الأحمر نعم، بالسيد طارق وسيكون الشامي سيؤدي رئيس أصلا الدائرة دورا الإعلامية عظيما في إن حزب شاء الله. المؤتمر الحاكم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء. سيد طارق، هناك يعني تصور بأن سفينة الرئيس علي عبد الله صالح سفينة غارقة، ينبغي على العقلاء أن يقفزوا منها في هذه المرحلة قبل أن تغرق بهم. هل يبدو الأمر لك بهذه الصورة؟ على الاطلاق، لان سفينه علي عبد الله صالح هي سفينه الوطن، وعلي عبد الله صالح لم يصل الى الحكم من خلال الانقلاب، ورئيس منتخب انتخبه الشعب، وفي انتخابات تنافسيه مباشره كان للمعارضه مرشح فيها، كانت هناك رقابه دوليه عليها. انا اود ان اوضح بعض النقاط او الرسائل فيما طرح من قبل الاخوه الذين شاركوا قبلي، ان ما يحصل في اليمن ان هناك تفت على الواقع. صحيح، في هناك شباب حاولوا اسقاط ما حصل في مصر او ما حصل في تونس على اليمن، وباستعال يعني نفس المقولات حول اسقاط النظام. ما حصل في مصر وما حصل في تونس باتجاه اسقاط النظام، النتيجه التي وصلت اليها الثوره في مصر او في تونس تتركز في ان يكون هناك رئيس منتخب بانتخابات مباشره من الشعب، تتركز بان يكون هناك تعدديه سياسيه وحزبيه يكفلها القانون، تتردد بأن يكون هناك كفالة للحريات والحقوق. هذه القضايا نحن في اليمن تجاوزناها منذ وقت مبكر. نحن حسمنا أمرنا بهذا الشأن وبموضوع التداول السلمي للسلطة والوصول للسلطة منذ وقت مبكر. بالتالي أن يتم إعادة ما يطرح في هذا البلدان على اليمن. يعني عندما أسمعك تتحدث عن الانتخابات التي وصل بها الرئيس علي عبد الله صالح إلى السلطة، أتصور كأنك تتحدث عن دولة عريقة في الديمقراطية، فرنسا، الولايات المتحدة على سبيل المثال. الديمقراطية ليست فقط انتخابات توصل الرئيس، ولكن هناك أيضا تداول السلطة بصورة سلمية. رئيس يحكم في بلد منذ أكثر من 33 عاما وتحدث الناس عن انتخابات وعن ديمقراطية؟ لأنه رئيس منتخب، لأن هذا الحقيقة. وقناة الجزيرة أيضا شاركت في الرقابة على الانتخابات، وكانت هناك كان هناك مراسل لقناة الجزيرة متواجدون. يعني أنا أرجوك لا تضع الأمر في رقبة قناة الجزيرة أو في غيرها في هذه النقطة. مسألة بقاء الرئيس 33 سنة في الحكم، هذه في حد ذاتها كافية لدحض أي حديث عن الديمقراطية. أولا أود أن أوضح لك لكي تفهم أنت إذا كنت فعلا لا أدرك ذلك. نحن في اليمن ومنذ وقت مبكر، منذ عام 48 والشعب اليمني ناضل وضحى، وهناك يعني من سقطوا شهداء في سبيل أن يكون هناك دولة وأن تكون هناك جمهورية وأن يكون هناك دستور ينظم العلاقات الجمهورية، ومرورا بثورة سبتمبر ثم أكتوبر ثم الوحدة المباركة ثم دستور الوحدة. والرئيس علي عبد الله صالح هو من اقترح أن يكون هناك تعديل في الدستور الجمهورية اليمنية بحيث يكون رئيس الجمهورية رئيس منتخب من قبل الشعب بانتخابات مباشرة. وبالتالي تمت هذه الانتخابات، وهناك الآن تجربتين فقط مرت في اليمن في انتخابات مباشرة عام 99 وعام 2006، والرئيس علي عبد طيب الله صالح. انا يعني اريد منك ان تتجاوز مساله الرئيس علي عبد الله صالح، لان كثير من الادبيات السياسيه وحديث المحللين والمراقبين في هذه المرحله يتحدث عن مرحله ما بعد علي عبد الله صالح بالفعل. ما رايك في المشروع او المبادره التي توصلت اليها احزاب اللقاء المشترك وعلى وشك الاعلان عنها، والتي تنص او تتصور مجلسا انتقاليا يدير البلاد مكون من الثوار ومن الجيش ومن الاحزاب المعارضه؟ التفكير في هذا المجال هو انقلاب على الدستور. نحن نقول وبصوت واضح ويجب ان يسمع الجميع، نحن في اليمن بلد ديمقراطي، نحن لدينا دستور ديمقراطي وشهد بذلك العالم. عندما نتحدث عن انتخابات وعن ديمقراطيه وعن دستور ليست في مجال المزايده، وانما نحن نتحدث ونحن واثقين من ذلك وشعبنا واثق. بالتالي اي محاوله للانقلاب على الدستور سواء كان انقلاب عسكري او انقلاب تحت اي مسمى، مجلس انتقالي او اي مسميات اخرى، فان الشعب سيرفضها. فالشعب يعني الشعب اليمني حسم امر تداول السلمي للسلطه من خلال صناديق الانتخابات والاقتراع والديمقراطيه، بالتالي اذا كان هناك فعلا اي قوى ترى بان الشعب معها فلنتجه جميعا الى صناديق الانتخابات ونتجه نحو الشعب والشعب يختار من يحكمه. سيد نبيل الفقيه وزير السياحه السابق، سيد نبيل الفقيه، ما رايك في هذا الكلام الذي سمعته عن ديمقراطيه اليمن الغراء كما جاء في كلام السيد طارق الشامي؟ طبعا اولا يجب ان ندرك اننا اليوم قد تجاوزنا مرحله الدستور الى مرحله الشرعيه الثوريه التي معها ويعاد تشكيل وترتيب المجتمع وقواه الوطنيه وفقا للمحددات التي تظهر على الساحه. الثورات ايضا التي تظهر هنا وهناك منذ حتى من عام يعني منذ الازل منذ سنوات
تظهر من خلال نخب سياسية ترى أن الواقع يجب أن يتغير وفق محددات جديدة. ومن هنا أجد أن ما يذكره الأخ طارق الشامي في قضية الدستور وما إلى الدستور، أنا أضرب له مثال يعني بسيط جدا، وهو المادة 116 من الدستور التي إن أخذنا بها وقلنا أن الدستور يمكن أن يكون هو المخرج. المادة 116 أشارت بوضوح إلى انتقال السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه. إلى هذه اللحظة لم يتم نقل السلطة إلى نائب الرئيس، والرئيس أصبح له الآن أكثر من 4 أسابيع خارج البلد وعاجز عن أداء مهامه. في ذات الإطار هناك في نفس المادة 116 إذا عجز أو تعذر نقلها إلى النائب تنقل إلى رئاسة مجلس النواب، وإذا تعذر ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء. كل الأطر الدستورية التي ذكرها الدستور في المادة 116 أصبحت مغيبة، بالتالي كيف يمكن أن نتعامل مع قضية الدستور؟ طيب وأنا بدوري أسأل السيد طارق الشامي، اسمح لي، كيف تتحدث عن شرعية دستورية في الوقت الذي ينتهك النظام اليمني هذه الشرعية الدستورية؟ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح غائب عن البلاد منذ أكثر من شهر أو منذ شهر تقريبا، نائب الرئيس ذاته يقول إن الرئيس مصاب بجروح بالغة تجعل من الصعب أو من المستحيل التكهن بعودته متى يعود الرئيس علي عبد الله صالح. صالح ليس بعيدا عن الحياة السياسية على الإطلاق، صحيح هو تعرض لحادث اغتيال إجرامي وإرهابي هو ورؤساء المؤسسات الدستورية بهدف الوصول إلى النقطة التي تتحدث أنت عنها بإسقاط النظام، لكن أنا أقول الرئيس علي عبد الله صالح بصحة جيدة ومتحسنة، وتتواصل معه عدد من الملوك والأمراء. إذا أنت تكذب ما جاء، يعني أنا أريد أن أصل إلى الحقيقة في مسألة مرض الرئيس علي عبد الله صالح، نائب الرئيس يقول شيء وأنت تقول شيء آخر، أيكم من يصدق؟ نائب الرئيس لم يقل على الإطلاق، نائب الرئيس وصف زيارته الأولى للرئيس علي عبد الله صالح بعد الحادث مباشرة. الآن الأسبوع الماضي الرئيس علي عبد الله صالح التقى بالمستشار السياسي الدكتور عبد الكريم الإرياني، والتقى بوزير الخارجية الدكتور أبو بكر الكربي، ووجه وزير الخارجية بأن تسارع الحكومة بالاستجابة لقرار مجلس الأمن بأن باتخاذ الإجراءات الكفيلة للوصول إلى حوار وطني شامل يشمل كافة الأطراف اليمنية من شباب، من حوثيين، من حراك، من قوى سياسية في الخارج، بحيث يتوافق الجميع حول كل ما فيه مصلحة الوطن والمجتمع. الرئيس علي عبد الله صالح ليس عاجزا عن ممارسة مهامه، هو يعني صحيح انه في المستشفى في المملكة العربية السعودية، ولكنه بصحة متحسنة وذهنية جيدة، وبالتالي الآن النائب الرئيس يمارس مهام رئيس الجمهورية وفقا للدستور. المؤسسات قائمة، الحكومة تمارس عملها، المجالس المحلية في المحافظات تمارس عملها، ومن يحاول أن يكذب ذلك فليذهب إلى كل المحافظات وسيرى بأنها فعلا هناك مجالس منتخبة تمارس عملها، وهناك أيضا بعض القيادات المشترك يعني أيضا مرة أخرى سيد طارق تتحدث كما لو كانت الصورة وردية، بينما البلاد على شفا إفلاس أو انهيار اقتصادي سنناقشه خلال الشق الثاني أو الجزء الثاني من هذه الحلقة من حديث الثورة. لذا أشكرك شكرا جزيلا السيد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم، ونتوجه أيضا بالشكر للسيد ماجد المذحجي أحد شباب الثورة اليمنية كان معنا على عبر الأقمار الصناعية من صنعاء، ونشكر أيضا السيد محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح والناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، ونستبقي معنا السيد نبيل الفقيه وزير السياحة المستقيل نشكره طبعا، ولكن نرجو منه أن يبقى معنا لمناقشة النصف الثاني من هذه الحلقة، ابقوا معنا.